احنا اليوم جينا هنا مع مدراء ورؤساء شركات كنديين وخبراء كنديين ومدراء ديال المؤسسات التعليميه وجامعات للتعريف امكانيات المغرب في مجال الاستثمار. الهدف تاعنا هو تعبئه الكفاءات المغربيه المقيمه بكندا للمساهمه في الاقتصاد الوطني ديال بلادنا، وذلك بنقل المعرفه للمغرب من خلال التكوين، من خلال تبادل الخبرات ما بين الشركات الكنديه والكيبيكيه، وكذلك ما بين المؤسسات التكوين والجامعات المغربيه والكنديه. كما تتعرفوا هذه 10 سنوات الاخيره قطاع الطيران في المغرب كيعرف واحد التطور ملحوظ، وقطاع الطيران في كندا مدينه موريال تعتبر ثالث قطب في مجال الطيران، وتتعرف واحد الخصائص كبير في اليد العامله. لهذا جات الفكره باش نشجعوهم يجيو لبلادنا. كاين طاقات شبابيه الحمد لله، كاين مراكز تكوين، كاين مؤسسات تكوين وجامعات، لما لا يجيو هنا نعرفهم على اش توفر المغرب كامكانيات لهذه الشركات ويجيو يستثمروا في بلادنا. الهدف ديالنا هو خلق حلقة وصل بين المغرب وكندا في مجال الطيران، بحكم أن البلدين بجوج كيعرفوا واحد تقدم ملموس وسريع جدا في مجال الطيران، وكيف كنعرفوا بأن كندا ثالث بلد في مجال الطيران. وكذلك نحاولوا الهدف ديال لوغوغوكمو هو تسويق المغرب لدى المستثمر الكندي في مجال الطيران. الهدف اولا هو المساهمه في تطوير المجال، يعني المجال الطيران ومجال الصناعي هنا في المغرب، هذا هو الهدف الاول. والهدف الثاني يعني انا عندي مشروع، عندي واحد المشروع اللي هو عندي واحد المشروع غادي نقدمه هنايا، يعني غادي في نفس الوقت يمشي في نفس الفكره، انه تطوير مجال الطيران والقطاعات المتعلقه به، ومن نفس وفي نفس الوقت يعني تقويه العلاقات يعني المغربيه الكنديه في مجال الطيران، لانه مجال الطيران هو المستقبل. كنظن ماشي بزاف الناس كيعرفوا هذه المعلومه، ولكن اظن في 2016 ركبوا يعني الناس اللي اخذوا الطياره 4 مليار في الكره الارضيه بمعدل 127 راكب في الثانيه. لا يعني الطيران هو المستقبل، هذا الشيء اللي بغيت نقول. يعني من تفكر في واحد الرقم اللي هو بحال هذا 127 راكب في الثانيه كيركبوا في الطياره، يعني المستقبل هو الفضاء. جينا هنا اون كوبيراسيون افيك لو مينيستير دي ام ار او. On a ramené avec nous des investisseurs et des experts canadiens. le pays d'origine, pour montrer la progression du Maroc aux investisseurs. Ils ont vu que, ils étaient impressionnés par la progression et le développement du Maroc au niveau des infrastructures. Ils ont vu Tangemed. Et la connectivité avec le supply chain mondial est vraiment excellente et ça va les aider à s'implanter au Maroc et les inciter à venir investir pour créer de l'emploi et de la richesse pour le Maroc.